يسعد صباحكم، اليوم معكم دكتورة شذا من مجموعة الواتن الدولية بدبلوم التغذية. رح نحكي اليوم عن مادة جديدة ونبلش مادة جديدة مع بعض. هي مادة متعلقة طبعا بالمواد السابقة اللي حكينا عنها بمختلف التفاصيل والتخطيط الغذائي والأنظمة الغذائية والنظام المناسب لكل حالة من الحالات، لكن ما لازم نغفل عن موضوع جدا مهم اللي هو السبورت اكسرسايز، كتير مهمة بحياتنا، مهمة باستشاراتنا اللي بنعطيها للأشخاص. الفيزيكال اكتيفيتي مهمة جدا، النصائح اللي بنعطيها بخصوص الفيزيكال اكتيفيتي مع التغذية. يعني أنا دائما أشوف إنه هنا اتنين بيكملوا بعض، ونحن كتير بنسمع عن موضوع إنه لازم مو بس نعتمد على الغذاء، لازم يكون في نشاط بدني، لازم النشاط البدني يترافق مع التغذية، صحيح؟ يعني هاي الكليشيه دائما نحن بنسمعها بالنصائح يعني اللي بتنعطى للأشخاص يلي سواء بدهم يعملوا حمية، بدهم يبنوا عضل، هاي التفاصيل كلها بنسمعها بشكل دائم. طيب قبل ما نبلش محاضرتنا، حابة أعطيكم فيديو بسيط عن الموضوع اللي نحكي عنه اليوم، بس بدي تخبروني إذا الفيديو واضح. واضح الفيديو؟ أو طلع ظهر الفيديو ولا لسه؟ واضح دكتورة. ممتاز. Regular physical activity can lower your risk of heart and circulatory disease by 35%. When you are active, the heat produced by your muscles increases your body temperature, making you feel warmer. عم يخبرونا هلا، عم يعطونا فكره انه لما يتم ممارسه نشاط بدني معين، القيام بتمارين معينه، يا ترى شو بيصير بجسمي؟ بداخل الاعضاء او الاجهزه، شو العمليات الحيويه اللي بتصير؟ ليش بنقول انه نحن بنحرق اثناء القيام بالاكسرسايز او السبور؟ شو اللي عم يصير بالضبط؟ مين هو اللي عم يحرق وشو عم يحرق؟ الدوره الدمويه كيف تتجدد؟ كلياتنا بنسمع بهذا الكلام لكن ما بنعرف شو عم بيصير بالضبط. هذا الفيديو رح يعطينا فكرة بسيطة عن التفاصيل اللي بتصير المرافقة أثناء حدوث نشاط بدني أو القيام بتمارين معينة. Your heart starts to beat faster, pumping more blood to the muscles you are using. Your heart is also a muscle. If you are active regularly, it gets bigger and stronger. Your muscles are working harder, so they need more oxygen. You start to breathe. أول شيء عم يخبرونا عنه اللي هو جهاز الدوران. هاي الناحية جدا بيركزوا عليها أثناء موضوع إنه لما نحكي عم يتم بذل جهد عضلي، فبالتالي نحن بنحتاج كمية أكسجين لحتى توافي كل الخلايا اللي عم تساعد داخل العضلات إنه القيام بحركة معينة أو حركات معينة. طيب هاي الخلايا لازمة الأكسجين لحتى تنجز هاي العمليات والتفاعلات الحيوية لازم تتم. يعني أنا في عندي شروط للتفاعلات الحيوية بتتم بجسمي، من ضمن الأكسجين. مين الجهاز أو العضو المسؤول عن الأكسجين؟ كلياتنا بنعرف جهاز الدوران والتنفس، بدليل أنه الإنسان بعد دقائق معينة من التمرين بيصير بيلهث. شو الفكرة من اللهثان؟ أنه يحاول يدخل أكبر كمية من الأكسجين على الجسم، تمام؟ طيب تم إدخال هاي كمية الأكسجين على الجسم، لا يكفي إدخال الأكسجين على الجسم إذا أنا ما كان عندي الاثنين مترابطين مع بعض، وخلينا نقول إنه بدعموا بعض، يلي هو الأكسجين أو دخول الأكسجين، يعني جهاز تنفسي مع توزيع هذا الأكسجين على كل خلايا الجسم، على كل العضلات، الأعضاء اللي عم تمارس أو اللي نحن عم خلينا نقول عم نمارس فيها جهد معين أو تمرين معين، لازمها أكسجين بنسبة معينة. طيب إذا دخل عندي الأكسجين، طيب بعد ما دخل الأكسجين شو بده يصير؟ لازم يتم توزيعه بشكل صحيح، وهذا ما يسمى بالدورة الدموية، يعني هو مسار الدم وذهابه لتوزيع الأكسجين اللي أخده من الرئتين
طبعا أول شيء قلب، بعدين الرئتين، تم ضخ الدم من الرئتين إلى القلب. هذا الدم اللي حامل شو؟ أكسجين، بيروح فيه على كمية جميع الخلايا الموجودة بالجسم. هاي الخلايا بتاخذ الأكسجين وبتطرح CO2، فهذا ما يسمى بالدورة الدموية. هذا اللي بيصير عندي وبيزيد الطلب عليه أثناء التمرين، يعني لهيك أنا بقول إنه بستهلك كمية معينة من الأكسجين، تمام، أو بحاجة كمية معينة من الأكسجين. بيزيد التنفس، شو الهدف من زيادة التنفس؟ لحتى نزيد كمية الأكسجين اللي عم دخلها على جسمنا لحتى تلبي لي احتياجات الخلايا والتفاعلات الحيوية والعمليات الأيضية أو الميتابوليزم اللي عم يصير عندي داخل الجسم وداخل الخلايا. في سؤال لهون؟ يعني هي فكرة مبدئية على الموضوع. Breathe faster so your blood can pick up more oxygen from your lungs. Your lungs work harder to make this happen. Once your blood has picked up oxygen, it moves the muscles you are using, giving them the extra oxygen they need. If you are active regularly, more capillaries grow in the muscles you've been working. This is one reason. الأشخاص اللي بيمارسوا الرياضة بالانتظام، معناتها ممارسة الرياضة بالانتظام بدلنا على شيء كتير مهم، إنه هاي العضلات عم تتحرك باستمرار، معناها هاي الخلايا الموجودة بهذا المكان تحتاج الأكسجين بشكل دوري. طيب شو معنى هذا الكلام؟ معناته أنا عم يتم عندي عمليات حيوية أيضية أو الميتابوليزم بهذا المكان، السبورت اللي أنا عم مارسه بشكل منتظم عم يكون ب التفاعلات تبعنا هي حاجة الأكسجين دورية. يعني أنا الأكسجين عم بحتاجه مو بس مرة بالأسبوع عم بعمل exercise مرة بالأسبوع، لا، أنا عم بحتاجه بشكل دوري. طيب شو معنى هذا الكلام؟ معناته أنه حاجة الأكسجين هون الزائدة عم تكون بشكل دوري. فشو بيعمل الجسم؟ عملونا أنه بيتم خلينا نقول تخليق أو إنتاجية أوعية جديدة حوالين هاي العضلات اللي عم تتحرك مشان فكرة أنه توصل لها أكبر كمية من الأكسجين. يعني أنا أقدر وصل أكبر كمية ممكنة من الأكسجين للعضلات تبعي. كيف؟ أزدد عدد الأوعية الدموية بالمنطقة إذا كان الشخص عم يمارس الرياضة بانتظام. هاي النقطة كتير مهمة. My activity starts to feel easier over time. Getting active is great for people with diabetes. If you have type 2 diabetes, you have too much glucose. بالنسبة للسكر، حدا عنده فكرة شو هو مرض السكر؟ أو الأشخاص اللي عندهم مرض سكر، شو بيعانوا بالضبط؟ نحن سبق وشرحنا مرض السكر، حكينا عنه، لكن ما طرقنا بتفاصيل التفاصيل، بس فكرة أساسية. لأنه حيكون عندي محاضرات خاصة يعني لمعالجة مرضى السكر بالتغذية أو ساعدهم يعني بالعلاج إلى جانب الأدوية. طيب بمرض السكر شو بيصير عندي؟ كميات كبيرة من الجلوكوز. ليش؟ بدخل الجلوكوز بالغذاء على الجسم. طيب المفروض إنه شو يصير؟ هذا الجلوكوز ده موجود بالدم؟ طبعا لا. إذا ضل الجلوكوز موجود بالدم معناها أنا ارتفعت عندي كمية الجلوكوز بالدم. طيب يعني ارتفع عندي سكر الدم، هذا اللي بنسميه ارتفاع سكر الدم، تمام. طيب شو الشيء الطبيعي؟ أنا الطبيعي إنه لما ينفرز هاي الجلوكوز ويدخل للدم ويرتفع على مستويات معينة يجي شيء اسمه هرمون الأنسولين. هرمون الأنسولين وين ما بتبقى انفرازه بيتم افرازه من البنكرياس. كيف؟ قال في عنا حساسات بتحس بأنه صار عندي مؤشرات كبيرة من السكر بالدم، تبعت إشارات للدماغ أنه أنا صار عندي كتير جلوكوز، وين روح فيه؟ وين لازم يعني ودي هذا الجلوكوز؟ بيقوم الدماغ بيرسل إشارات البنكرياس، يا بنكرياس صنع لنا الأنسولين يلي بيقدر يساعد ياخد بإيد هذا الجلوكوز ويدخله على الخلايا اللي لازم يدخله. طيب بقول البنكرياس تمام، أنا رح صنع هلا الأنسولين بكمية كافية لكمية الجلوكوز نحن دخلناها على الجسم. أوكي
تم إفراز الأنسولين، راح الأنسولين، ساعد ذرات أو جزيئات الجلوكوز الموجودة بالدم ودل على الطريق الصحيح للدخول الخلايا. كيف؟ على الأنسولين إلى بوابات خاصة على الخلايا، بس يدق هاي البوابة الخلية بتعرف إنه هذا الأنسولين هو اللي عم يدق الباب، تفتح له، تسمح لكمية معينة من الجلوكوز بالدخول إلى الخلايا. في حال صار عندي خلل، إما أو صار عندي خلل بإفراز الأنسولين، البنكرياس ما عاد قادر يفرز الأنسولين، تعب البنكرياس، صار عندنا شيخوخة بالبنكرياس، فبصير عندي ارتفاع بسكر الدم، لأنه الشخص اللي بيرشد الجلوكوز لدخول الخلايا ما أنا موجود، ضايع أو ما عاد عم ينفرز أو ما عاد موجود، تمام؟ طيب، أو ممكن ينفرز كميات كتير قليلة في الخلية ما تحس بوجوده حتى. فهون عندي شيء اسمه سكري تايب 1 يلي هو متعلق بموضوع البنكرياس وإفراز الأنسولين حصرا. السكر الثاني، النوع الثاني يلي هو الأنسولين موجود لكن إما كمية غير كافية أو الخلية ما عاد حست بوجوده وما عاد ميزته. ليش؟ عم من كتر إفرازه صار عندي خلل. يعني موضوع توازن بحت يا جماعة، موضوع السكر تحديدا هو توازن بحت. السمعانين مثلا بشيء اسمه مقاومة الأنسولين، مين اللي عم يقاوم الأنسولين؟ الخلايا هي نفسها اللي كانت تفتح له الباب وتدخله وتمام وخلاص رح يدخل الجلوكوز، لا هي ما عاد استجابت لهذا الأنسولين، صارت تقاوم وما ترد عليه، فصار عندي ارتفاع كمان بالجلوكوز بالدم، سواء هاد أو هاد الاثنين هو مرض سكر، لكن كل واحد بآلية معينة، فهذا ما يسمى بمرض السكري، تمام؟ طيب شو بيصير أثناء لعب الرياضة؟ خلينا نشوف إنه لما نلعب رياضة يا ترى هذا الشيء شو له علاقة بموضوع السكر، موضوع الجلوكوز، الأنسولين، شو اللي بيصير بالضبط؟ Your blood, probably because you don't have enough insulin. Physical activity helps you use the insulin you do have. It also helps your cells use glucose, even when there is no insulin. Regular physical activity can improve your memory and attention span. Over time, the bit of the brain involved in memory and learning seems to get bigger. Long-term physical عم يخبروني أيضا أنه أنا في عندي آثار على الدماغ، الذاكرة وتنشيطها من نفس مبدأ تنشيط الدورة الدموية، فبالتالي صارت عندي كمية الأكسجين اللي عم تروح الخلايا أكبر، فبالتالي صار عندي تنشيط للأعضاء بشكل أكبر من ضمن الدماغ وما يحتويه من أجزاء تانية. Activity leads to a lower resting heart rate and lower blood pressure. This helps cut your risk of heart and circulatory disease. And there are more reasons to smile. When you are active, your brain produces chemicals called endorphins. These reduce feelings of pain and make you feel more positive. عم يخبروني إنه أيضاً ممكن يتم إفراز مواد معينة أثناء القيام بالتمارين من ضمن الأندورفين اللي نحن نعرف إنه هو خلينا نقول مسكن طبيعي بالجسم. وجود ال أو يعني نحن نلعب رياضة الإكسرسايز تساعد على إفراز الأندورفين، فبالتالي بتخفف عندي موضوع الآلام إلى ما هنالك إذا كان عندي بالجسم آلام معينة. Getting active cuts down on stress hormones, reducing anxiety. Combine activity with a balanced diet and you'll help yourself reach and maintain a healthy weight. Aim for 150 minutes. طبعا كلياتنا بنعرف إنه موضوع خفض الوزن وخفض الكتلة الدهنية هيك يعني الكليشيه نحن حكينا فيها كتير، لكن أنا هون كنت عم ركز على أفكار تانية تصاحب وتوازي هاي الفكرة الأساسية. طيب بتوقع هلا أخذنا فكرة عن موضوع اليوم اللي رح نحكي فيه بالضبط وشو رح نعمل بالضبط بسلايداتنا اليوم. عم يخبروني قائلي يا رشا ما بعرف الرقم الثاني مين، ما عرفت إيمان مين داخل برقم إيمان، مين الصبايا؟
أو بيقسم إيمان. طيب قينا يا شالة بين ما نعرف في زميلتنا. تفضلوا تفضلي. نعم دكتورة، تعتبر التغذية الجيدة والنشاط البدني ووزن الجسم الصحي أجزاء أساسية من الصحة العامة للشخص ورفاهيته. نعم. يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني المنتظم معا للأشخاص على تقليل المخاطر إصابة الشخص بحالات صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري وأمراض القلب. ثانياً، الوصول إلى الوزن الصحي والمحافظة عليه. ثالثاً، تقوية العضلات والعظام والمفاصل. تحسين المزاج ومستوى الطاقة. شكراً إليك يا رشو. عفواً دكتورة. طيب، خلينا نشوف أول نقطة. إنه لما نخلي موضوع التغذية لا يرتبط فقط بموضوع الغذاء، إنما في عندي نقطة تانية مثل ما قلنا موضوع التغذية مرتبط مع موضوع الاكسرسايز أو السبور اللي لازم نعملها. ليش يا جماعة؟ لأنه نحن كلياتنا بنعرف إنه مع التقدم بالعمر العضلات تضعف، إذا نحن ما قويناها ما نميناها ممكن يصير عندي ضعف بالعضلات. في كتير أشخاص معرضين للحدوث بأمراض ناتجة عن القعدة الطويلة، العمل المكتبي، فأنا لازم أقوي عضلاتي أقوي جسمي. يعني الموضوع لا يرتبط فقط بنقصان الوزن، هي الفكرة كتير بدي أكد عليها. نحن ما بنقول فقط اكسرسايز إذا بتنزل وزنك، موضوع الرشاقة، موضوع تقوية العضلات، الجسم، زيادة تدفق الدورة الدموية بالجسم، كلها تفاصيل مهمة جدا لحتى أنا حافظ على لياقتي البدنية، حافظ على عضلاتي من التلف، تصير فيه تلف لا سمح الله بالعضلات. الموضوع جدا فضفاض لا يرتبط فقط، لأنه في كتير أشخاص أنه خلص أنا نحيف ما في داعي ألعب رياضة. هي كتير مسمعة، أو الناس مثلا اللي عندها وزن معين أو واصلة لوزن معين ما في داعي أنا ألعب رياضة، أو أنا ما بدي أنحف بزيادة. طب مين قال أنه الرياضة هي الفكرة منها بس تنحيف؟ ليش ما نحن منقوي عضلاتنا، منقوي جسمنا بالإكسرسايز، بنوع إكسرسايز معين؟ أكيد مو كل الناس تلعب نفس التمارين. يعني الفكرة من التمرين هو ليس فقط تنحيف، وإنتوا كتير مهم بكرة لتركزوا على النقطة كأخصائيين تغذية، أنه مو كل حدا لعب رياضة هو لازم ينحف أو بده ينحف. أحيانا بحس أنه هي الرياضة يعني وصمة بتاريخ الأشخاص اللي بدهم بس ينحفوا، والناس ما بتنحف أنه نحنا ما لنا علاقة بالموضوع. كتير بنشوف بالجيم أنه في أشخاص بتلعب رياضة مع أنه هي ما لنا عندها صحة أو ما لنا عندها وزن زائد. الموضوع لا يرتبط فقط بالوزن الزائد، بدنا نركز كتير مهم على هاي النقطة. تمام؟ يعني إذا إجاكم مريض عنده ضعف بالعضلات بالكتلة العضلية، هزيل، جسمه هزيل، ما حسيته انه هو رغم انه نحيف لكن ما في تناسق بالعضلات، عضلاته غير قادرة انه تأدي مهامها بشكل صحيح، اي شيء بيحمله بيتعب مثلا، يعني في كتير تفاصيل ممكن حتى نلاحظها لبعدين. انه الاشخاص اللي مثلا بيصير عندهم انحناءات بالظهر نتيجة ضعف عضلات الظهر مثلا، هذا كله تفاصيل كتير مهمة يا جماعة لموضوع العضلات والإكسرسايز وتمرين الجسم بغض النظر عن السمنة والنحافة. تمام؟ هاي النقطة ما نركز عليها كتير منيح. طيب عملونا أول نقطة إنه مع موضوع الإكسرسايز هون بقى عم ندخل التغذية الصحية، يعني الاثنين مترابطين مع بعض وبيكملوا بعض. تمام؟ أنا بدي أعطي جسمي تغذية سليمة، وبنفس الوقت فكرة من التغذية السليمة نرجع نحكي إذا بتتذكروا هي نمط حياة، نظام حياة، وليس نظام لقمع طعامنا وأنه نحن نأكل بس أكلات معينة. لاحظوا أنه دايما نركز على فكرة يا جماعة لازم
ندخل المغذيات لغذائنا الضرورية مثل البروتينات الكربوهيدرات أساساً اللي ما بيصنعها الجسم، نحن نأخذها من مصدر خارجي. إذا تتذكروا في عندنا نوعين من المغذيات، مغذيات الميكرو والمايكرو، صح؟ مايكرو نوتريشن والميكرو نحن قسمناهم بناء على نقطتين، في عندنا معادن فيتامين، في عندنا البروتين دهون الكربوهيدرات. إذا تتذكروا قسمناهم بهي الطريقة، قلنا إنه الجسم بحاجتهم بشكل يومي، مو إنه إذا أنا أخذت حصتي والله مرة واحدة بالأسبوع خلاص بكفيني، لا. ليش؟ لبناء العضلات، لبناء خلايا الجسم، المناعة. شوفوا التفاصيل كلها مرتبطة مع بعض، مو لحتى بس انحف، أو مو لحتى بس إنه ضبط جسمي أو اسمم، لا، أنا بدي جسم صحي، تمام؟ فالجسم الصحي لازم يكون متوفر له هي العناصر اللي نحن عم نعددها مع بعض. طيب عم يقولوا لي هاي الشيء اللي حكيناه كله بشو بيساعد؟ لشو بيساعدني؟ أول شيء إنه بيقلل لي مخاطر الإصابة بحالات صحية خطيرة. ليش؟ يعني مرض القلب ولا مرض السكر، أول سبب أنا بشوفه لهي الأمراض يا جماعة هو أساساً نمط حياته اللي وصله لهذا المكان. أوكي الغذاء خلينا نقول 80% أو 70%، لكن الركود يلي ساهم، يعني أنا بشوف النسبة أساساً أكثر من 100%، مو مجرد أنه هي 70 الغذاء وخلص. طيب والسبعين الثانية أنا بشوفها هي كمان نمط حياة، ركود، ما في شغل أو ما في إنتاجية على مستوى النشاط البدني. كل التفاصيل هي شو الفكرة منها؟ أنه هو أساساً ما بيلعب رياضة، وبنفس الوقت مثلاً شغله مكتبي، نمط حياته ما كتير في، يعني فقط هو شغل البيت. نحن كتير سيدات تعتبره شغل البيت أنه رياضة، أو أنا يوم عملت شغل البيت هو بتعب، صح، لكن قديش الجسم بيحتاج أكسجين وبيحتاج خلينا نقول تنشيط الدورة الدموية أثناء القيام بهذا الشغل. هيك بدنا نفكر. هلأ الأشخاص اللي عم يقولوا أنه في أمراض أو حالات مزمنة ممكن يكونوا معرضين إلها، مثل موضوع ارتفاع الضغط، الكوليسترول، تكدس الكوليسترول، أنه ما عم ينحرق أساساً، السكري هلأ شرحناه بشكل كامل وعرفنا أنه ممكن يتكدس السكر أو الجلوكوز بالدم نتيجة كمان أنه الخلايا ما عم تحسس للأنسولين، أو الخلايا في عليها نسيج دهني أو حواليها أنسجة دهنية ما بدأت تحس بالأنسولين أساساً بسبب تراكم الدهون اللي هي بحالة السمنة، أمراض القلب وتكدس الكوليسترول وتصلب الشرايين. هي كلها منشوف أنه ناتجة عن تزامن مع بعض غذاء مليان دهون وكربوهيدرات إلى ما هنالك، وبنفس الوقت ما في اكسرسايز، ما في سبور عم يعمله بحياته. فبالتالي الشيء اللي عم يدخله، يعني دفتين الميزان اللي دايما بقلكوا عليه ما أنا متساوية، المدخول من الغذاء أو الطاقة الأتب لا يساوي الشيء اللي عم يحرق الإنسان. هاي المعادلة كتير مهمة نضل محافظين عليها، ونعرف إنه هاي المعادلة خليني أقول إنه هي سر حياة صحية. المعادلة هي مجرد ان احنا حافظنا عليها وعرفنا شو نوع المغذيات ندخلها حياتنا مع شوية اكسرسايز، خلص هذا هو الموضوع بكل بساطة، تمام؟ تاني نقطة عملوا لي اياها انه الوصول لوزن صحي والمحافظة عليه، هاي للاشخاص بقى يلي عندهم بي ام اي تبعهم عالية. اذا بتتذكروا حكينا عن بي ام اي وشرحناها بالكامل، فلازم يكون عندنا وزن صحي. هون بقى حكينا بموضوع السمنة والنحافة وركزنا عليه، لكن لاحظوا لا يرتبط بهذا الموضوع فقط. برجع بقول ثلاثة من قوي العضلات، العظام، المفاصل، يلي بصير مع الوقت هرمة، بصير شيخوخة هاي العضلات المفاصل، لازم يعني شوفوا قد ما بتدربوها بالصغر بتساعدكم بالكبر، تمام؟ هاي كتير مهمة هاي النقطة، قد ما بتحاولوا تراعوها وانتوا صغار بعمر صغير بعمر الشباب، بس تكبروا بتخدمكم، بتساعدكم انه دربتوا على هذا الشيء، تمام؟ واخر شيء تحسين المزاج ومستوى الطاقة، مثل ما قلنا قبل شوي انه الاكسرسايز ممكن تساعد الدماغ على افراز مواد معينة مثل الاندورفين، مثل المواد اللي بتحسسنا بالسعادة اثناء القيام بالرياضة، وبتعطينا الطاقة اللازمة نتيجة التفاعلات الكيميائية اللي نحن بنقوم فيها باليوم. طيب
عملوا لي إنه الأنشطة اللي إحنا نعملها مثل ما شفنا قبل شوي بتساعد زيادة التدفق الدموي. ليه؟ قبل شوي كمان قلنا إنه الدورة الدموية الفكرة منها الأساسية هي إنه نوصل الـ ATP ونوصل الأكسجين للخلايا والعضلات، تمام؟ طيب إذا هذه الكمية كلها بتوصل بكمية أو بكميات أكبر، تمام؟ فبتخلي القلب anyway إنه يزيد الضغط تبعه، تمام؟ فبتنشط القلب، فما بيصير عندي تكدسات على الشرايين حوالين القلب، لأنه كمية الدم اللي عم تنضخ ما بتسمح أساساً بالتكدس، عم يحرق، عم يضخ بكمية كبيرة وبشكل أسرع، فبالتالي هذا كله بيحميني من شيء اسمه أمراض القلب والديزيز تبع الهارت. ليش؟ لأنه أنا أساساً زدت نشاط جهاز كتير مهم جسمي اللي هو جهاز الدوران. قديش أهمية جهاز الدوران بجسمنا يا جماعة ونحن ما بنعرف؟ يعني هي الفكرة من انه والله انا عم بلهت مثل ما قلت لكم قبل شوي، او هي الفكره انه انا اساسا عم يتعاضدوا او عم يتعاونوا الجهاز التنفسي مع جهاز الدوران مع بعض لحتى يوصلوا لاكبر كميه من الاكسجين، مو بس من الاكسجين حتى ومن الاتب، تمام؟ لا يوصلوا ولا خلايا الجسم والعضلات. طيب هم يعطوني امثله مثل المشي، السباحة، الجري، ركوب الدراجات، ياي كلها اكسرسايز بتساعد على القيام ببناء العضلات بشكل صحي والحصول عاملون على قلب ورئتين أقوى من السابق، لأنه هي خلينا نقول بمستوى أقل مستوى من النشاط اليومي اللي هي عملياتنا الحيوية اللي بتتم بشكل طبيعي إلى مستوى نشاط معين. لما نحن عم نلعب رياضة عم نزيد هذا النشاط، عم نسرعه، فبالتالي عم نقوي الأجهزة اللي عم تقوم فيه، عم نساعدها تقوي حالها، عم ندربها تقوي حالها، مثل جهاز دوران وجهاز تنفس وغيرها من الأجهزة. تزداد قدرتهم مثل ما قلنا على ضخ الأكسجين الدم لجميع أعضاء الجسم لحتى يلبوا حاجتك أثناء القيام بالتمرين. موضوع مقاومة الأنسولين أيضا قبل شوي حكيناه، وممكن يكون عن طريق ممارسة الرياضة لحتى الجسم يتحسس للأنسولين بشكل أفضل. أضبط أنا موضوع إفراز الأنسولين كتير مهم، يعني لحتى موضوع المقاومة ما يتطور عند الشخص أو ما يصير عنده أساساً مقاومة. إمتى بيصير مقاومة؟ عملوا لي مثلاً إصابة عندي سمنة زائدة مثل ما قلتلكم تمنع الدهون الخلايا تتحسس للأنسولين مثلاً، أو كمية الأنسولين من كتر ما انفرزت الأنسولين خلص الخلايا ما عاد حست بوجوده لأنه صار بكميات كبيرة، هي أثناء يعني كميات الكربوهيدرات والدهون اللي عم تدخل لا تساوي اللي عم تنحرق فبتروح تتخزن، تمام؟ هي كلها تؤدي إلى إفراز كميات كبيرة من الأنسولين. عملوا لي إنه التمارين بتساعد على تخفيف نقطتين، أول شيء ضبط كمية الأنسولين وبنفس الوقت ضبط كمية الدهون بالجسم، فبالتالي بتساعد على زيادة الأحساسية للأنسولين وبالتالي بتخفف لي مرض السكر. هلا هون عطوني نوع المستقبلات يلي بتستقبل الأنسولين على الخلايا، هو اللي بيكون موجود على الخلايا، تمام؟ طيب إضافة لكل هاد الكلام عم يخبروني انه الرياضة مو بس، يعني شوفوا نحن حكينا على اكتر من مستوى، شو هن يا رشا شو المستويات لحد الان حكينا عليها؟ عفوا دكتورة بس عيدي للسؤال، كم مستوى او كم جهاز هن حكينا عليه او حكينا عن فوائد الرياضة له؟ اول واحد مين؟ المشي دكتورة، قصدك يعني الرياضات اللي نسويها؟ لا مو نوع رياضات، نوع الأجهزة بالجسم على مستوى القلب. القلب، الرئتين، المفاصل، يعني الفخذ اللي دائما يتحرك، انه نعم. الركبة تصير اكثر مرونة. نعم صحيح. الدماغ وزيادة التركيز وزيادة إنتاجية المواد يلي دكتورة حتى الصحة النفسية تتحسن، يعني المزاج هو يتحسن، يعني إذا مشينا على نظام غذائي والمزاج ما متحسن معناها النظام خطأ، صحيح، لأن إذا تحسن المزاج والطاقة تحسنت معناها النظام الغذائي صحيح.
صحيح 100%. طيب خلينا نشوف، حكينا مثل ما قلنا هلا على مستوى القلب، على مستوى الرئة، على مستوى كل هاي الأجهزة. طيب يا ترى بيأثر بمكان تاني؟ هل ممكن آخذ أنا الفائدة بمكان تاني؟ قال إيه، وين ممكن؟ على مستوى الأمراض المزمنة الغير المعدية. مثل مين أمراض المزمنة غير المعدية؟ مثل السكر، الديابيتس، مثل الضغط، هدول أمراض مزمنة. صحيح، الكوليسترول، الضغط. نعم، هدول أمراض مزمنة وبنفس الوقت غير معدية، يعني ما بتنتقل من شخص تاني. هي ممكن تكون أوكي مؤهبين وراثيا لحدوث هاي الأمراض، لكن هل هي بتنتقل؟ يعني شخص إذا عنده سكر ممكن ينقل له شخص تاني ويصير عنده نقص سكر أو لا مرض السكر؟ طبعا لا. لا دكتورة، ما تنتقل. ممتاز، فلاحظوا إنه على مستوى الأمراض المزمنة غير المعدية الإكسرسايز له دور كتير كبير بضبط الآليات التي تؤدي إلى حدوث هاي الأمراض المزمنة. دائما برجع بعيد فكرة كمان كتير مهمة، المرض المزمن يا جماعة هو ما صار مزمن من فراغ، يعني هو ما صار بيوم وليلة إنه أنا عندي مقاومة أنسولين أو تراكم. بالضبط. 100% أحسنت يا رشا، موضوع التراكم كتير مهم، تراكمي بحت. يعني أنا ما بقدر والله بيوم واحد إنه أنا أكلت كتير ملح فخلص أنا ارتفع عندي الضغط أنا صير مرض، عندي مريض ضغط. تمام، لا، الضغط بعد تراكم لحتى يوصل لمرحلة إنه هو صار يرتفع بشكل مزمن وبيحتاج دواء لضبط ارتفاعه. ليش؟ إنه كنا نحن متجاهلين فكرة إنه نحن ما في إكسرسايز ونظام غذائي ما نظابط وكتير منكتر الملح وشوية ستريس من هون شوية ستريس من هون، كل هذا أدى إلى حدوث مرض مزمن اللي هو الضغط. نفس الشيء السكر تماما بنفس الطريقة تماما، الموضوع بياخد شهور وسنوات وليس يوم ويومين. لهيك هو لما أزمن وصار مزمن فهو ما صار بسبب شيء لحظي. تمام، طيب عم يقولوا لي أيضا على مستوى الأمراض الفيروسية، يعني الفكرة أنه بزيد المناعة، لهيك نحن عم نحكي على مستوى الأمراض الفيروسية، لما تزيد مناعتي فبالتالي الجسم بيكون قادر، الكريات البيضاء اللي فيه بتكون قادرة على حماية الجسم بشكل أكبر من الفيروسات اللي بتدخل له أو اللي بتعرض لها بشكل يومي، فبالتالي بتزيد عندي المناعة بشكل غير مباشر. أيضا ممكن يساعد على زيادة مستويات مضادات الأكسدة، كلياتنا نعرف أنه مضادات الأكسدة وقديش أهميتها بالجسم، بحيث بتقبض كل شيء عنا جذور حرة وبتمنع وجودها بالجسم بشكل عشوائي. أيضا الإكسرسايز والعمليات الاستقلابية والأرضية اللي بتتم بالجسم كلها بتساعد على إفراز هاي المواد بالجسم وحماية الجسم من الأمراض والإنفكشن. أنت إذا مثل ما قلنا بزيد مستوى أو كفاءة الجهاز المناعي وأيضا بتحفز المناعة الخلوية. هلا بدي أركز على نقطة كتير مهمة، هذا الموضوع أيضا نفس فكرة يعني موضوع التراكمية يا جماعة كتير مهم على كل مستوى من مستويات التفاصيل اللي عم نناقشها مع بعض. مو إنه أنا بلعب مرة واحدة مثلا بالشهر أو بالأسبوع رياضة وبتعب حالي كتير وبعمل رياضة مجهدة وبتعب عضلاتي، طبيعي أنا أخذ يعني نتيجة سلبية لأنه الهدف تراكمي. نلعب رياضة أوكي بشكل منتظم مو بشكل عشوائي أو أني أتعب جسمي بشكل كتير كبير. هاي النقطة كتير مهمة، يعني في أشخاص تقول أنه أنا خلاص بلعب مرة واحدة بالأسبوع وما في داعي أنه يعني بكفينا فكرة إنه ثواني طيب بتكفينا فكرة إنه نحن لعبنا مرة واحدة بالأسبوع أو تعبنا الجسم المهم إنه حرقنا. لا، بس مو هاي الفكرة الأساسية، موضوع تراكم، الموضوع بده انتظام، رياضة على الأقل 4 مرات بالأسبوع،
بعدد ساعات معين. ما عم نقول رياضة نحن شديدة، يعني الفكرة مو تطبيق رياضة شديدة، مو إنه كل ما كان أكبر وأشد كل ما كان أفضل، الفكرة مو هيك أبدا. الفكرة الانتظام لحتى نقدر نحصل الهدف نحن بدنا إياه. تمام؟ طيب خلينا نشوف التوصيات يلي بوصونا إياها بالنسبة للعمر، وقديش بلعبوا رياضة من 0 لـ4 سنين. قال 180 دقيقة يوميا موزع على مدار اليوم. شو الفكرة منها؟ مين بيقلي؟ يعني كيف الأطفال الصغار بدهم يلعبوا 180؟ هم الأطفال مبدئيا يتحركون يعني بدون رياضة، يعني بالضبط الرياضة صحيح 100%. يعني كانت صحيح هذا الكلام صحيح. طيب ومن 5 سنوات لـ17 سنة عندهم 60 دقيقة يوميا لازم يكون معدل النشاط تبع البدني تبعهم من معتدل لقوي. مين بيقول لي بفترة البلوغ ليش عم يخبرونا 150 دقيقة يوميا؟ ليش؟ تقوية عضلاتهم دكتورة وصحتهم المناعية تزيد، برافو. شو كمان؟ عندهم الهرمونات بهذا العمر ما يعني مو صحيحة، يعني ما كاملة بصورة صحيحة، فتساعد يعني الرياضة إنه نعم هن بفترة النمو وبلوغ فترة صحيح؟ المراهقة. نعم نعم كلياتنا بنعرف انه بهي الفترة قابل الجسم كثير او المراهق للسمنة صحيح؟ او حدوث صحيح السمنة. فلحتى نحمي المراهق من حدوث السمنة، لحتى نحميه من فكرة انه يعني هو اساسا بهي الفترة بيكون حساس نفسيا، اذا موضوع جسديا كمان بيأثر عليه مشكلة كتير كبيرة، فبدنا نراعي النقطتين مع بعض. ففترة البلوغ عم يقولولنا من 5 لـ17 سنة 60 دقيقة يوميا نشاط البدني معتدل لقوي، يعني اللي هو لازم يحرق الشيء اللي عم يدخله وبنفس الوقت يقوي عضلاته وهو بفترة نمو. كتير مهم انه فترة نمو يكون نمو العظام عنده جيد، العضلات عنده جيد، هي كلها تفاصيل كتير مهمة لجسمه لبعدين. تمام؟ طيب عم يخبرني هلا من 18 سنة وفوق انه 150 دقيقة كل اسبوع من النشاط البدني معدل لقم. لاحظوا كيف قل عدد، يعني ما قال لي يوميا، وزع لي اياه على الاسبوع، وانه نحن حسب اللي بيناسبنا بنوزعه على الاسبوع. امام الاعمار لخمسة لـ18 لازم يكون في نشاطات ايضا بتقوي العضلات والعظام 3 مرات على الاقل باسبوع. نفس الفكره اللي ركزنا عليها كثير، موضوع النمو كثير مهم بهاي الفتره، لانه اذا بتلاحظوا يعني في كثير مراهقين النمو عندهم او الطول كان ممكن يكون افضل لو كان في تنميه للعظام بهذا العمر والقيام بتمارين معينه. بالنسبة للبالغين اللي أعمارهم 18 وما فوق، نفيد إضافة أنشطة تقوية العضلات والعظام مرتين على الأقل بالأسبوع، كمان هذا الشيء كتير مهم. أما اللي عمرهم 65 لازم يعملوا أنشطة لحتى يضلوا محافظين على التوازن تبعهم، ولا سمح الله من الوقوع أو السقوط، لحتى إذا عنده هشاشة عظام ما يصير عنده أي كسر أو أي مشكلة بالعظام. تمام؟ هاي التوزيع سواء على مستوى العمل أو على مستوى كم دقيقة باليوم وشو نوع النشاط البدني، هذا كتير مهم وكتير بيساعدكم لما تنصحوا الفئة المستهدفة تبعكم أو المريض تبعكم تعرفوا هو لأي فئة بينتمي، شو النشاط لازم تنصحوا فيه. طبعا فيكم توسعوا بهذا الموضوع أكثر وتشوفوا شو نوع الاكسرسايز اللي بتعطي نشاط بدني معتدل، شو نوع الاكسرسايز اللي بتعطي نشاط قوي بدني قوي. هذا الشيء يعني فيكم توسعوا فيه بشكل أكبر، لكن نحن بنصنفهم بناء على هي التصنيفات. تمام؟ يعني الاكسرسايز اللي بتكون باعتدال، لازم نعرف إذا كان بإمكانك التحدث
ولكن يمكنك غناء أغنية أثناء القيام بنشاط ما. يعني شوف شو عملون، إنه كيف فيك تميز إنه هذا النشاط البدني أنت عم تعمله متوسط ولا شديد ولا لا مثلا خفيف. أنت فيك إنه تغني غنية أثناء القيام بهذا النشاط، مثل أنت مثلا راكب البسكليت أو الدراجة، هي نشاط معتدل يعتبر، تمام؟ وأنت فيك تمارس فيه موضوع الغناء، فيك تحكي فيه بدون ما يكون متقطع، بدون ما تكون عم تلهت. هي الفكرة، يعني هن عم يقيسوه بنشاط تاني. يعني شو الفكرة منا؟ ليش نحن عم نقول بنشاط تاني أو ليش عم نقيسه أو عم نقيسه بهذا النشاط؟ لأنه هذا النشاط مرتبط بالجهاز التنفسي ودخول التنفس على الحنجرة وموضوع الحنجرة والحبال الصوتية واهتزاز الحبال الصوتية لحتى يطلع الصوت. هي كل التفاصيل مرتبطة بجهاز تنفسي. وأنا أساساً لما أعمل الأكسرسايز كون عم أعمل الأكسرسايز وقلنا ركزنا على نقطتين، جهاز تنفس جهاز دوران، صحيح؟ هن أهم جهازين بموضوع الرياضة. طيب، فانطلاقا من هي الفكرة ربطوا لي بشيء يتعلق بالصوت، تمام؟ عشان إذا حدا قال إنه شو الفكرة ب إنه ليش الصوت أو ليش الكلام بحد ذاته، تمام؟ لارتباط التنفس بالحنجرة وإخراج الصوت من الحنجرة. فإذا كان النفس على تواتر واحد وتواتر سليم ما فيه ما عم تلهت حتى تقدر تاخذ أنفاسك أو تلتقط أنفاسك، فتمام، نحن هون الرياضة تبعنا معتدلة. أما إذا كان شديد، أنت بتميز إنه شديد إنه أنت ما فيك تقول خلال كم كلمة وبعدين بدك تاخذ نفس، تقول كم كلمة بدك تاخذ نفس، يعني ما فيك تقول شيء متواصل. هي الفكرة بين الفرق أو التميز بين الاثنين، انطلاقا من نقطة الصوت أو ليش الصوت يعني بحد ذاته، تمام؟ هي الـ يعني ربطوا لي إياها بهي النقطة مشان يقدر الشخص يميز، يعرف إنه الرياضة اللي هو عم مارسها هل هي متوسطة أو شديدة. أعطوني أمثلة عليها، هي الركض، السباحة وغيرها من النشاطات التي تساعد على القيام بالتمييز بنوع الرياضة تبعي. إذن بمحاضرة اليوم ركزنا على أول شيء لازم نعرف شو هي فوائد الإكسرسايز لجسمي، ارتباط التغذية بموضوع الرياضة كتير مهم ارتباطهم مع بعض، الفوائد تبعي، الأمراض اللي بيساعد فيها الإكسرسايز مع وجود المغذيات المهمة للجسم. أيضا حكينا على مستوى أكثر من جهاز، مستوى جهاز التنفسي، جهاز الدوران، وكيف بيساعد الإكسرسايز أو بيساعد الأكتيفيتي على تقوية هاي الأجهزة. وبنفس الوقت للأشخاص اللي بدها تنزل وزنها أيضا هذا الشيء بيساعدها. هاي النقطة كمان كتير مهمة. وركزنا على فكرة إنه الإكسرسايز لا ترتبط فقط بموضوع الوزن يا جماعة، لا ترتبط أبدا. نحن بدنا جسم صحي وليس فقط جسم هزيل، بدليل حكينا إنه في كتير أشخاص جسمهم هزيل لكن عضلاتهم، يعني جسمهم ضعيف أو هن ما عندهم سمنة لكن عضلاتهم هزيلة. وحكينا كمان على موضوع الجهاز المناعي، كيف بيرفع كفاءة الجهاز المناعي. وآخر شيء صنفنا النشاط البدني حسب العمل وشو نوع النشاط البدني لازم يكون مرافق له، وميزنا بين أنواع النشاط البدني وكيف الشخص أثناء ممارسته لهذا النشاط بيقدر يعرف إن هو عم يمارس نشاط بدني، هل هو متواصل أو غير متواصل شديد، يعني إذا كان بيقدر يحكي كلام متواصل على نفس النفس ولا بيضطر إنه ياخد نفس بين كلمة والتانية. طيب، هذا عنده سؤال على محاضرة اليوم، هي بسيطة وسهلة إن شاء الله. عفوا دكتورة، مو على المحاضرة مالت اليوم، عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول إنه بالامتحان، السؤال الثامن من المادة، نعم، يقول الحصص الدهون المرأة الحامل. يا رشا، هذا السؤال
رجعت لكم علامته بشكل كامل لأنه كان في خطأ بالسيستم بجواب السؤال. أيوة هو أنا بس هذه عندي خطأ، يعني كانت الدرجة مالتي 48 من 50. بتذكر أنه معناها صارت علامتك كاملة. الحمد لله، نعم، تسلمين لي دكتورة. مبارك لك يا عشا. عفوا دكتورة. السؤال الثاني، آخر مادة ناخذها بالتغذية هو نعم، تدريب ميداني، شنو نقصد به؟ يعني نروح لإسطنبول أو وين يعني؟ والله هي الفكرة يعني بنراجع فيها الإدارة، ما عندي والله فكرة عن الموضوع أبدا. لكن في دول دكتورة مخاف نسافر للعراق أو فتشي، يعني المفروض يكون عندنا علم. هلأ نحن إن شاء الله يعني هذا الشهر رح يكون عندنا كم محاضرة، بعدين ممكن ناخد بريك بعد ما نخلص كم محاضرة بهدول الشهر الخامس إن شاء الله. ممكن آخر شهر خامس في عندنا بريك، إن شاء الله. بترتاحوا إن شاء الله لأنه ما أخذنا بريك بطول الفصل، فهلأ صار لازم يكون بريك إن شاء الله. بتاخدوا البريك وبعدين بصفى عنا مادة بعد البريك إن شاء الله. تمام، إن شاء الله دكتورة، شكرا عندكم جزيلا. أي سؤال تاني؟ الله يعافيك يا رب.